ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس الأسبوع الحادي عشر بعنوان الزوايا وقياس الزاوية. اليوم في درس اليوم يا شباب هنعرف إزاي أرسم الزوايا وإزاي أحول من القياس من الدرجات إلى الراديان والعكس. في عندنا المفردات: الوضع القياسي، ضلع الابتداء، ضلع الانتهاء، الراديان، الزاوية المركزية. طيب أول شيء يا شباب، أنا لو عندي زاوية بالشكل ده، عندي محور X ومحور Y بيقسم المستوى إلى أربع أجزاء. الربع الأول من 0 إلى 90، هنا زاوية 90، هنا زاوية 180 درجة، هنا زاوية 270 درجة. لما أجي أرسم أي زاوية ببدأ من الجزء الموجب في محور X، ده عندي يسمى ضلع الابتداء. يبقى ضلع الابتداء هو عبارة عن الضلع المنطبق على محور X، ده الجزء الموجب. طيب وحبدأ أرسم الزاوية بتاعتي باستخدام المنقلة، آخر عندي ضلع، ده النقطة الأخيرة عندي هنا برسم ضلع، ده بسميه ضلع الانتهاء. ضلع الانتهاء الضلع الذي يدور حول نقطة مين الأصل كده يا شباب. يبقى أنا كده عندي عرفت ضلع الابتداء اللي ببدأ منه رسم الزاوية بيكون من الجزء الموجب لمحور إكس، برسم الزاوية بتاعتي، الضلع اللي أنا بنتهي عنده في الزاوية ده بيسموه ضلع مين الانتهاء. في رسم الزوايا لازم أخلي بالي من حاجتين مهمين. الجزء الأول الزاوية الموجبة بيكون رسمها عكس عقارب الساعة، يعني مثلا عندي زاوية 120 درجة، حبدأ من الجزء الموجب لمحور X وأبدأ أقيس 120 درجة باستخدام المنقلة. أنا طبعا عارف لين هنا ب 90 درجة وهزود 30 هنا يا شباب، ده ضلع الانتهاء عندي، ده زاوية 120 درجة. دي زاوية موجبة فكان الرسم عكس عقارب مين؟ عكس عقارب الساعة، كده عكس عقارب الساعة. هنا لما يكون عندي زاوية سالب 145 درجة، الزاوية لما تكون سالبة بيكون رسم الزاوية مع عقارب الساعة. حبدأ هنا ضلع الابتداء من الجزء الموجب لمحور X وابدأ أقيس 145 درجة عكس عقارب الساعة. يبقى الزاوية لما تكون موجبة أو سالبة الفرق هيكون في رسم الاتجاه. إذا كانت الزاوية الموجبة هيكون عكس عقارب الساعة، أما إذا كانت الزاوية قيمة سالبة فبتكون مع عقارب مين؟ الساعة. ويكون الرسم باستخدام مين؟ المنقلة. مثال عندي زاويتين، الزاوية الأولى ارسم زاوية 215 درجة. طيب أنا حبدأ أرسم زاوية 215 درجة، أول شيء هي زاوية موجبة فيكون الرسم مع ولا عكس عقارب الساعة؟ إذا كانت الزاوية موجبة فيكون الرسم عكس عقارب الساعة. طيب هذه هنا ضلع الابتداء اللي هو الجزء الموجب لمحور إكس، حبدا اجيب زاويه 215 درجه. طب 215 درجه ازاي يا استاذ؟ من هنا لين هنا كام؟ 90، وهنا كام يا شباب؟ 180. طيب ال 180 ازود عليها كام عشان اوصل ل 215؟ ازود عليها 35 درجه، يعني اول لاننا عارفين ان اخر المنقله عندي 180 درجه. طيب ازاي يا استاذ ارسم 215؟ هنا يا شباب لغايه هنا الجزء ده 180 درجه اللي هو محور اكس كله، انا هزود 35 درجه وارسم عند الضلع النهائي، تبقى دي الزاويه بتاعتي اللي هي 215 درجه. طيب المثال الثاني، انا عايز ارسم زاويه سالب 40، زاويه سالبه، فهيكون الرسم مع عقارب مين؟ الساعه. ادي عند المحاور الضلع اللي انا لازم ابدا منه رسم اي زاويه، الضلع الابتدائي، هذا الضلع الجزء الموجب لمحور اكس. هنا بقى يا شباب مش هرسم كده، مش هبدا الف الزاويه كده يا شباب، انا هبدا الف مين؟ مع عقارب الساعه، وهقيس بالمنقله بتاعتي 40 درجه وارسم الضلع النهائي، فتكون دي الزاويه بتاعتي اللي هي سالب 40 درجه. يبقى انا كده عرفت ازاي ارسم زاويه موجبه او زاويه مين؟ سالبه. الجزئيه الثانيه عندنا في درس اليوم يا شباب أنا لو حبيت أرسم زاوية 480 درجة هرسمها إزاي؟ هبدأ من الجزء الموجب لمحور X. طيب 480 دي يا أستاذ أكتر من 360، لما أنا هاجي أرسم يا شباب هبدأ أرسم 360 لفة كاملة. طب أنا عايز 480 فهضطر أزود على 360 120 درجة. طيب وش الفايدة من الكلام ده؟ الفايدة من الكلام ده إن ممكن للضلع النهائي لأي زاوية يلف أكتر من دورة كاملة. أنا عارف إن الدورة الكاملة أو اللفة الكاملة على المحاور هو 360 درجة.
لما يطلب مني ارسم زاويه اكبر من 360 480 درجه، معناه ان حبدا من الجزء الموجب لمحور اكس وحلف لفه كامله 360 درجه، وعشان اوصل لكامل 480 حزود كام 120 درجه. يبقى اذا ممكن للضلع النهائي ان ياخد اكتر من لفه او اكتر من دوره عشان يوصل مين للزاويه اللي هو الضلع مين النهائي. طيب تعالوا كده مثال، لو انا عندي مطلوب مني ارسم زاويه قياسها 540 درجة في الوضع القياسي. طيب يعني ايه وضع قياسي؟ وضع قياسي يعني تبدأ من الجزء الموجب لمحور اكس وتبدأ تقيس. ارسم زاوية قياسها 540 درجة في الوضع القياسي. طيب ال 540 دي اكبر من 360، طب انا عايز اعرف الفرق كام؟ ال 540 دي هي 360 زائد كام؟ 180، او ممكن عشان اعرف انا الزياده كام اجيب 540 واطرح منها لفه كامله 360 هيديني عندي كام الزياده؟ 180 درجه. طيب تعالوا نرسم، ادي عندي الجزء الموجب لمحور اكس اللي هو الضلع الابتدائي عندي اللي هو ده، دي نقطة الأصل بالجزء الموجب لمحور إكس، حبدأ أقيس 360 درجة، أدي عندي هنا لفة كاملة يا شباب، وبعدين مين؟ أزود الـ 180 درجة، كده كده أنا بديت 360 وزودت 180، تبقى عندي هنا الزاوية كام؟ 540 درجة، فيكون الضلع النهائي هو عند الجزء السالب من محور إكس، فتبقى دي الضلع الابتدائي والضلع النهائي للزاوية 540 درجة. أنا لو عندي في زي الرسم ده يا شباب وقلت لك ارسم لي زاوية قياسها 60 درجة زي ما أخذنا في المثال السابق، هنبدأ من الجزء الموجب لمحور إكس وهنقيس زاوية 60 درجة أهي يا أستاذ، فيكون ده الضلع النهائي لها، أدي الزاوية 60 درجة أهي زي ما واضح في الشكل. طيب لو طلبت منك إنك ترسم لي زاوية 420 درجة على نفس الشكل هتعمل إيه؟ هتقول لي برضه يا أستاذ هبدأ من الجزء الموجب لمحور إكس وعلشان دي 420 درجة يعني حبدا الف لفة كاملة 360 وعشان اوصل ل 420 هزود 60 درجة، يعني برضه هقف عند نفس الضلع النهائي. طيب لو طلبت منك ترسم زاوية قياسها سالب 300 درجة، دي زاوية سالبة، فانا حبدا ارسم من عند الجزء الموجب لمحور اكس مع عقارب من الساعة، ادي هنا يا استاذ سالب 300، فبرضه هقف عند نفس الضلع النهائي. الخلاصة ان ممكن يكون عندي اكتر من زاوية يتفقوا في نفس الضلع النهائي، عند رسم زاويتين او اكثر في الوضع القياسي فانها قد تشترك في ضلع الانتهاء اكتر من زاوية. يا شباب هنا بيجي عليها سؤال في الامتحان يقول لي مثال، اوجد الزوايا المشتركة في ضلع الانتهاء في كل مما ياتي، اوجد زاويتين احداهما بقياس موجب والاخرى بقياس مين؟ سالب. اذا اداني زاويه 130 درجه، عايز زاويتين لها نفس الضلع النهائي زي زاويه 130، هل هنا انا محتاج ارسم؟ لا مش محتاج ارسم. عشان اجيب زاويتين لهم نفس الضلع النهائي زي 130 درجه هعمل كالاتي. هزود مره 360 واطرح مره كام؟ 360، فانا لو عندي زاويه 130 درجه هجيب زاويه تتفق معها في الضلع النهائي بالقياس الموجب، هقول له 130 زائد 360 يديني كام؟ 490، واجيب زاويه كمان بالقياس السالب نعمل ايه يا شباب؟ قلنا 180 اطرح منها كام؟ 360، يبقى الزاويه اللي بالقياس الموجب هقول له 130 زائد 360، والزاويه اللي بالقياس السالب هقول له 130 ناقص كام؟ 360، 130 لما اطرح منها 360 يدينا كام يا شباب؟ سالب 200 وكام؟ سالب 230. يبقى لما يديني زاويه زي 130 ويطلب مني زاويتين موجب وسالب، مره ازود كام؟ 360، ومره اطرح كام؟ 360. طيب ده المثال اهو يا شباب، زاويه 130 درجه، زاويه بقياس موجب ازود 360 490 درجه، وزاويه بالقياس السالب اطرح منها 360 هدينا سالب 230. مثال ثاني، اذا كان عندي زاويه قياسها سالب 200، عايز زاويتين برضو تتفق معها في نفس الضلع النهائي على طول، سالب 200 الزاويه اللي بالقياس الموجب اروح ازود عليها كام؟ 360، سالب 200 زائد 360 بكام؟ ب 160، والزاويه اللي بالقياس السالب اروح اطرح منها كام؟ 360، سالب 200 ناقص 360 يدينا كام؟ سالب 560. ونكتفي الى هذا القدر، ونكمل ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله. المجد رمز للعلوم ومفخره بين النجوم وفي
في القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الأسرى. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلب.